فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا ندرس كتب الفقه مع أن الأحاديث النبوية تغني عنها، وقد نهانا الأئمة عن الاشتغال بكلامهم عن السنة؟ يا أخوان، الفقه هو معنى السنة، هو من معاني الأحاديث، مأخوذ من الأحاديث، ما أخذ من الفلسفة ولا من قول علماء الكلام ولا من أفكار الناس، مأخوذ من الأحاديث. لكن قد يقع فيه خطأ، قد يقع فيه خطأ في الفهم، في الفقه أو في الفهم أو في الأقوال. وأما في الجملة فمذهب المذاهب الأربعة هي من مذهب السلف ولله الحمد، وهم تلاميذ السلف. نعم.